تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حصة جديدة من حصص بوديوم على أمواج ميديا كل يوم من الاثنين وإلى غاية يوم الجمعة من الرابعة ونصف إلى غاية الساعة الخامسة مساء، في إطلالة على أبرز مواقع الحدث الرياضي. والحدث نهار اليوم يتمثل في الكشف عن لائحة المنتخب المغربي من 26 لاعبا والذين سيدخلون في تربص إعدادي استعدادا لمواجهة كل من الغابون والليسوتو في إطار التصفيات المؤدية لنهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025. هي التظاهرة التي ستقام في المغرب مع موفى السنة القادمة، وكما هو معلوم المنتخب المغربي هو من سينظم هذه التظاهرة، وبالتالي فهو مؤهل لهذه النهائيات بشكل رسمي، واللقاءان القادمان سيكونان من أجل تأكيد هذه الصحوة التي حققها المنتخب المغربي في لقاءاته الأربعة الأخيرة، حيث حقق الانتصار وبحصص عريضة في المواجهتين الأخيرتين. الحديث عن هذه اللائحة يرافقني اليوم وأنا مسرور بذلك المدرب المغربي صديقنا إدريس اللوماريس. إدريس أهلا مرحبا بك. أهلا فؤاد وأهلا مستمعين لكم وشكرا للاستضافة. ويرافقنا أخي إدريس اللوماري في هذه الحصة صديق آخر عزيز علينا وهو صديقي توفيق الصنهاجي. صديقي توفيق مرحبا بك. مرحبا سي فؤاد، وتحية جميع المستمعين من ميديا وكذلك السيد إدريس لوماري. إذن أصدقائي الحديث عن هذه اللائحة التي كشف عنها اليوم وليد الرجراجي الناخب المغربي قصد مواجهة كما ذكرنا كل من الغابون والليسوتو، واللائحة تضم 25 لاعبا. وفي البداية فقط لتذكير بهذه اللائحة، في حراسة المرمى ياسين بونو، منير المحمدي، صلاح الدين شهاب، وأيوب الخياطي. على مستوى خط الدفاع أشرف حكيمي، نصير المزراوي، أدم أزنو، عبد الكبير عبقار، جمال حركاس، يحيى عطية الله، نيف أكرد، وأدم مسينة. على مستوى خط وسط الميدان سفيان المرابط، عز الدين أوناحي، أسامة ترغالين، إبراهيم دياز، أمير ريشاردسون، بلال الخنوس، وإسماعيل سيباري. بالنسبة لخط الوسط لا تغيير أيضا، يوسف أنصيري، سفيان الرحيمي، أيوب الكعبي، إلياس بن صغير، عبد الصمد الزلزولي، وأسامة الصحراوي. إذن يبدو بأنه للوهلة الأولى أنه تم الاحتفاظ بطبيعة الحال بكل التوابيت مع عودة لبعض اللاعبين الذين غابوا خلال الفترة الأخيرة، كما هو الأمر بالنسبة مثلا لإبراهيم دياز وريتشاردسون، لكن بداعي الإصابة فقط. وبالنسبة أيضا عودة لكل من يحيى عطية الله وخصوصا أدم مسينة الذي غاب لفترة طويلة عن دفاع المنتخب المغربي، ثم توجيه الدعوة لأول مرة للحارس أيوب الخياطي رفقة صلاح الدين شهاب ومنير المحمدي وياسين بونو. قراءتك الأولى أنت صديقنا إدريس اللوماري بخصوص هذه اللائحة. بالنسبة لما كاينش شي مفاجأة جديدة، شي لاعب بارز اللي نادى عليه وليد الركراكي، غير الملاحظة اللي كاينة هو أنه كاين أربعة ديال لاعبين ديزاريير غوش، مدافعين أيسر، أزنو، مسينا، عطية الله، ومسينا عطية الله ومزراوي وأزنو، ما كاينش واحد التوازن خاصة على مستوى التشكيلة، لأن كنعرفوا التشكيلة المعاناة اللي كتعاني منها النخبة الوطنية هي وسط الميدان الدفاعي ووسط الدفاع، لأن باقي ما لقاش خاصة اللاعب الذي سوف يرافق أجرد في المكان ديال الوسط الدفاع. دونك بالنسبه لي التوابيت هي اللي كاينه، عدم المنادات على زياش، ريشاردسون ما كانش مصاب، كان اختيار ديال وليد الركراكي، وبالتالي هذه المجموعه ما كاينش شي مفاجاه جديده باستثناء عوده ماتينا الذي غاب فتره طويله وعاد الى المنتخب الوطني.
نعم بالفعل أدم ماسينا كيغيب ربما لثلاث سنوات عن ما شفناش تقريبا في الفترة ديال وليد الركراكي منذ مجيء ديالو للإشراف على أسود الأطلس. لم يكن حاضرا في نهائيات كأس إفريقيا للأمم الأخيرة ولم يكن حاضرا أيضا في نهائيات كأس العالم. صديقي توفيق ربما نفس التساؤل نفس السؤال كما ذكرنا يعني ما كاينش أسماء جديدة ما كاينش وجوه جديدة عودة لبعض اللاعبين اللي كان تم الاستغناء عنهم إما بداعي اختيار تقني أو بداعي الإصابة كما هو الشأن بالنسبة ليحيى عطية الله وريتشاردسون وأدم ماسينا والحفاظ على الثوابت وعلى نفس المجموعة. طبيعة الحال ربما أيضا تواصل غياب ديال حكيم زياش آخر تقارير تقول بأنه ربما حكيم زياش يفكر في الاعتزال دوليا. هل الآن ننتظر ما هو رسمي من حكيم زياش بنفسه؟ حكيم زياش الذي غاب إذا عن آخر معسكر للمنتخب الوطني المغربي ويستمر غيابه ولاعب أيضا يستمر غيابه مع غالاتاسراي ويفكر جديا في تغيير الأجواء خلال الميركاتو الشتوي. يمكن حكيم زياش شكل أحد القطع القوية في تشكيلة المنتخب الوطني المغربي خلال السنين الأخيرة وخلال ملحمة مونديال قطر وأيضا خلال كأس إفريقيا للأمم الأخيرة. يعني كان عنصر بارز. الآن هناك تفكير لربما في الاستغناء عن خدمات هذا اللاعب وأيضا يفكر في الاعتزال. ربما هذا أكبر يمكن نعتبره مفاجأة علاش أخي فؤاد لأنه ربما تعطت الفرصة لبعض اللاعبين آخرين لم يكونوا يشاركون مع أنديتهم بشكل دائم. أتكلم هنا على عز الدين أولاحي مثلا في المعسكر الأخير كان عنده مشكل يعني تذكروا بأنه وقع الوقت يعني خرج من المعسكر التدريبي مشى وقع مع باناثينايكوس ورجع كمل ولعب المباراة وقدم فيها أداء جيد. فإذا نذكروا حكيم زياش في المباراة اللي لعب المنتخب الوطني في شهر سبتمبر فكان موجود وسجل هدفين ضربتي الجزاء ولكن يعني من بعد غاب في المعسكر الأخير ديال أكتوبر والآن يستمر غيابه وش هو تلميح إلى الاستغناء الرسمي عن هذا اللاعب. بالنسبة لبقية اللاعبين هنا واحد نقطة أشار لها إدريس تستمر المعاناة مع مركز متوسط الدفاع لأنه تلاحظ معي بأنه كان ثلاثة ديال العناصر فقط نيف أجرد عبد الكبير عبقار وأيضا جمال حركاس نفس العناصر اللي كانت. الآن خفضنا عدد اللاعبين في هذا المركز لثلاثة وهذا دليل على أن اللاعبين بقيمة المنتخب الوطني اللي يمكن يكونوا ويشكلوا دفاع المنتخب الوطني المغربي ما كاينينش على المستوى الدولي أو حتى على المستوى الوطني. هناك صعوبة في إيجاد لاعب ننتظر بشغف عودة شادي رياض من الإصابة لربما أيضا التفكير في إعادة غانم السيس مستقبلا وهو الذي بدأ الآن بدأنا نشاهد حضوره مع السد القطري في المنافسات الأسيوية ننتظر. لكن لحد الآن فقط ثلاث عناصر أظن الرقم غير كافي تماما بالنسبة لمنتخب يفكر في الفوز بكأس إفريقيا على أرض الملعب. بالنسبة لمركز الظهير الأيسر عودة عطية الله ولكن عودة ديال آدم ماسينا كان ينتظرها كل متتبعين المنتخب الوطني المغربي. آدم ماسينا لماذا؟ لأنه يظهر بمستوى رائع جدا في بداية هذا الموسم رفقة تورينو بالكالشو الإيطالي تنعرفوا قوة الدوري الإيطالي قوة الدفاع وقوة الممارسة هناك والمنافسة. آدم ماسينا تبعته شخصيا نعم فكل أسبوع أقوم طيب. بتقرير حول أداء المحترفين المغاربة بتصنيف أهم المواقع العالمية المختصة في بيانات ومردودية اللاعبين عبر مختلف الدوريات العالمية. فآدم ماسينا دائما كان على مدار شهرين يدخل ضمن خانة التوب 10 للاعبين المحترفين
بأوروبا خلال نهاية الأسبوع. فأظن بأن أدم مسينا عودته كانت عودة منطقية لصفوف المنتخب الوطني المغربي. طيب عودة مسينا، ولكن نعود ونقول أن هذا المركز الظهير أيسر اللي ربما كان كيشكل مشكل الآن غيسبب أيضا مشكل، لكن بالعكس يعني أن وفرة ديال اللاعبين اللي كيتواجدوا الآن في هذا المكان كظهير أيسر، نتحدث عن يحيى عطية الله ونتحدث عن أدم مسينا، نتحدث أيضا عن نصير المزراوي الذي خاض اللقاء الأخير مع فريقه مانشستر يونايتد كظهير أيسر وقدم عرضا كبيرا، دون أن ننسى أيضا اللاعب بالعمري لاعب فريق الرجاء اللي كان أيضا قدم أوراق اعتماده كأحد اللاعبين اللي بالإمكان يعول عليهم. طيب أصدقائي، يلاحظ يعني بخصوص هذه اللائحة واللائحة السابقة أنه على مستوى خط وسط الميدان ما كانش تغييرات كبيرة، اللهم الاستغناء عن نائب الحيان وتعويضه بريتشاردسون، وعلى مستوى خط الهجوم ليس هناك تغيير بالمقارنة مع التربص السابق. التغييرات حدثت على مستوى خط الدفاع مع عودة أدم مسينا وعودة يحيى عطية الله وغياب يعني لاعب رابع على مستوى محور الدفاع. هذا يعني سيد ماري أن نقولها دائما الورش الكبير الآن بالنسبة لوليد الرجراجي وللطاقم التقني للمنتخب المغربي هو خط الدفاع، أي العطور على ما لا يقل عن 6 أو 7 لاعبين اللي يقدروا يدافعوا على ألوان المنتخب في الفترة القادمة. هناك ربما في رأيي المتواضع لاعبين الآن أو 3 لاعبين اللي يقدروا نقولوا أنهم ضامنين المكان ديالهم، نتحدث عن أشرف حكيمي، عن نايف أكرد ويحيى عطية الله، وفيما تبقى ونصير المزراوي فيما تبقى هناك الأبواب مفتوحة لإخضاع لاعبين آخرين للتجربة. بالفعل قبل ما نجاوبك على هذا السؤال، انا كتبان لي في التقدير ديالي هو بان قصه زياج انتهت مع المنتخب الوطني، لانه عاده وكنعرفوا بان وليد الركراكي كان يعتمد على حكيم زياج، رغم انه ما تيكونش في الجاهزيه ديالو وما كيلعبش مع الفرق ديالو، ماشي مع زياج، مع عدد ديال اللاعبين اللي ما كيكونوش جاهزين وما ما عندهمش واحد الوقت ديال اللعب اكثر، وكان كينادي عليهم لانه ديما كان تيفكر على التوليفه وهادو ملي بيلي من الكوادر ديال الفريق خصهم يحضروا اللي كيساعدوه في انشاء روح الفريق. بالنسبه للمهاجم المدافع الايسر، المكان محسوم للمزراوي، لان مزراوي كنعرفوا العلاقه ديال الود اللي بينه وبين حكيم زياش، ثانيا بين وليد الركراكي، ثانيا بالاداء اللي كيؤدي في مانشستر يونايتد، لاعب اللي يمكن يشغل اي مركز، وشتنا تنهاج اعتمد عليه في وسط الميدان هجومي، اعتمد عليه في مدافع ايمن مدافع ايسر، دونك مزراوي متعدد الادوار. بالنسبه لخط الدفاع هو الاشكال اللي كاين عند المنتخب الوطني، لان اول امتحان واول اختبار اللي غادي تختبروا هذا مع اللاعب الافريقي وفي الاجواء الافريقيه وفي الحراره وفي الطقس وفي الرطوبه، غنمشيو نلعبوا مع الغابون، على الغابون اللي صوتوا، لان اغلب اللاعبين كنظن ولا تنقول جو اللاعبين باقي ما عاشوش دوك الاجواء الافريقيه اللي ما كيعرفوهاش، وكنعرفوا الاجواء الافريقيه حاره، والدليل هو كاس افريقيا اللي كان في الكاميرون، ما قديناش نتاقلموا، ما قديناش نتكيفوا مع الاجواء ديال افريقيا، وبالتالي شفنا الاداء اللي كان اداء كارثي، وخرجنا من الدور ديال الربع مع فريق جيد متواضع. بالنسبه للاشكال اللي عندنا هو ان تلعبوا غير في المغرب، كنستقبلوا في المغرب، وملي كنبغيو نخرجوا كنستقبلوا في المغرب، دونك الاجواء في المغرب تساعد اللاعبين لا من ناحيه ديال الملاعب، الارضيه ديال الملعب، الجمهور، الحماس، التحفيز اللي كيحفز الجمهور. بالنسبه للاشكال اللي عندنا دابا حاليا هو اذا سي دري اسمح لي قطعتك، اننا كنلعبوا في المغرب لم تعد نعمه بل هي نقمه، بطبيعه الحال كما ذكرتي ان العديد من اللاعبين الان باقي ما لعبوش يعني في الأجواء الإفريقية، يعني كما كنعرفوا احنا بالرطوبة بالملاعب بالجماهير كيفاش كتكون في البلدان الإفريقية الشقيقة، على اعتبار ان هاد اللائحة كلهم لاعبين يلا شاركوا في نهائيات كأس إفريقيا للأمم في مصر او في كأس إفريقيا الأخيرة في الكوت ديفوار.
نتفق معك. دابا الحاجه اللي مهمه لمسينا هو ان احنا غادي نستضيفوا كاس افريقيا في البلد ديالنا، وكنعرفوا جميع الظروف المفرد اللي غتوفر لينا واللي غتوفرها الجميع هو على اساس باش نفوزوا بكاس افريقيا، حيت الا ما فزناش بهذا النسخه هذه وفي بلادنا كنظن ان من المستحيل نفوزوا بها، لان كنعرفوا اللاعبين الاغلبيه ديالهم مزيودين في اوروبا، كنعرفوا الطقس اللي تزادوا فيه واللاعب اللي كيلعبوا في ذاك الطقس البارد، الظروف اللي كتمشي لافريقيا وكتمشي اتونسيون اللاعبين الافارقه واخا لعبوا معهم في المغرب، اللاعب مع اللاعب الافارقه جنوب الصحراء راه ماشي كنلعبوا في كاس العالم مع مثلا مع كرواتيا مع اسبانيا، اتونسيون كاين الدفاع البدني، كاين الخبط الكروي، كاين المكر الكروي. دونك بالنسبه ليا العمل اللي خصو يخدم عليه وليد الركراكي، لان راه مع منتخب الكابون اللي لعبنا هنا معاه في اكادير شفنا شحال وصلوا للشبكه، كيكونوا فراغات كبيره، واللاعب اللي غيعوض المرابط ما عندناش شي لاعب في نفس المواصفات بديك الخبره وبديك التجربه، ووسط وسط الميدان الدفاع اللي غيرافق اقرب، كنظن انا العوده ديال سايس غير مجرد مساله ديال الوقت. طيب ربما الان كما ذكرتوا اصدقائي ان غانم سايس ربما محتاجينه في هذه الفتره لان هناك خصاص على مستوى وسط الدفاع، لكن الوليد الركراكي يتجه نحو المنطق ديال لاعب اللي كيكون كيلعب هو اللي غادي تتم توجيه الدعوه اليه. ربما البعض يتحدث ويقول بأن أوناحي أيضا كان في فترة متأرجحة كان كيبحث عن فريق يعني شهر شتنبر الماضي، لكن تم توجيه الدعوة إليه، وأوناحي لما قدم إلى المنتخب قدم عرضا قويا سواء في تربص شهر شتنبر أو في تربص شهر أكتوبر. دعنا نقول أخي توفيق سنهاجي الآن أنه هل الأمور حسمت على مستوى خط الهجوم وخط وسط الميدان، وأن العمل فقط على مستوى خط الدفاع، على هذه العناصر اللي كتشكل خط الوسط وخط الهجوم هي العناصر اللي غادي نعولوا عليها خلال الكاس إفريقيا القادمة، مع ربما بعض الإضافات، نتحدث عن بلحيان مثلا، ونتحدث أيضا عن العزوزي اللي يقدر أيضا يرجع لصفوف المنتخب. لنكون أكثر واقعية سي فؤاد، كأس أفريقيا باقي لها أكثر من سنة، فأكثر من سنة ممكن يكون عندك مجموعة من التغييرات، عندك الوفرة ديال اللاعبين نعم صحيح، لكن احنا شفنا في بداية الموسم كانوا إصابات فتنعرفوش شو يمكن يوقع الفيتور. بالنسبة للوسط الميدان يا عندنا بزاف ديال التوابيت، عندنا بزاف ديال الخيارات، لكن ما تمناش منشوف أيضا لاعبين اللي ممكن يظهروا قريبا. الحديث هنا على اللاعب وعدي اللي تقدم واحد المستويات كبيرة جدا رفقة ليل الفرنسي وتلعب تشامبيونز ليغ وفي عمر 17 سنة، فاللاعب تكلم عليه الركراكي يغير الجنسية الرياضية ديالو، المنتظر نشوفه أيضا ينضم لهذه القائمة. تم الحديث على مثلا في المكان ديال دياز، تكون إلى ما كانش دياز لا قدر الله يمكن يعودوا، الجواب الآن هو على الخنوس والصيباري. نعم، لأنه واحد وقت كان الحديث على أمين حريت علاش ما تتنافس عليه رغم المستوى ديالو الكبير اللي تقدموا مع مصر، تنظن بأنه حاليا التفكير منصب على هاد اللاعبين اللي موجودين. يمكن تكون واحد إضافة كما قلت ديال البوان ديال البوست ديال ريكوبيراسيون وسط الميدان، لاعب ارتكاز يكون مع سفيان أمرابط من خلال يعني استدعاء بوعدي في المستقبل. بالنسبة للخط الأمامي ما تنظنش كاين شي لاعب مثلا بتنادش عليه، تنظن أنه ركراكي إلى تويسي، وفي حد الآن يعني أجود مكان هو اللي تتم المدادة عليه، ما تنظنش شي لاعب الآن بارز وما تمت المدادة عليه. بالنسبة للخط الأمامي والوسط الميدان باستثناء يمكن بوعدي اللي الان في طريق كاين غياب اخو ماش صديقي توفيق. نعم كاين غياب اخو ماش. لا اخو ماش موجود في لائحة اخو ماش، يمكن في خط الهجوم بالفعل، كاين بالفعل
أخو ماش على مستوى كما ذكرتي خط الهجوم ربما الأمور حسمت الآن فقط على مستوى خط الدفاع، خاصة خط الوسط هناك أيضا خيارات أخرى، يعني كانت تحدثوا على اللاعب بوشواري واللاعب العزوزي كما ذكرت، عزوزي اللي مصاب اللي يقدر يرجع في الفترة القادمة. بوشواري تدخل في اللحظات الأخيرة مع سانتيتيان يعني في كل مباريات يعني ماشي ما عندوش الجاهزية أو الدور التنافسي الكبرى. نعم عندك إلي سليم أمن لاح حديث عليه لأنه تظهر في تشكيلة رسمية، ولكن كان كيف ما قلت الجواب كان مقنع ديال ركراكي تفضل أنه ينادي ويعتمد على الخنوس والصباري السن ديالهم، يمكن إلى إسي طمال دو فوا مع سليم أمن لاح يمكن الآن قوة أكثر بإسماعيل الصباري وبلا الخنوس. نعم صديقي دريس لوماري، في رأيك أنت كتتبع بطبيعة الحال البطولة المغربية، هناك عناصر في البطولة اللي يقدر أن تدق باب المنتخب، شفنا بالعمري يعني في أول ظهور لي مع المنتخب قدم عرض كبير وقبل البلاء الحسن، هل هناك عناصر اللي بإمكانها أنها تأتت فضاء المنتخب مع العلم أن وكما تطرقنا لذلك مرات عديدة المستوى متواضع للبطولة البطولة المغربية هذا الموسم للأسف، ربما نتحدث عن لاعبين كأمين زحزوح مثلا لاعب فريق الجيش الملكي أنه يقدر لما لا أنه تم توجيه الدعوة إليه. بالنسبة لي أنا أمين زحزوح بكل صدق المكان ديالو مع المنتخب إما الرديف ولا المنتخب المحلي، لأن خط الهجوم لوسط الميدان الهجوم وخط الهجوم تطوفوا على لاعبين على أعلى مستوى، دونك ماشي ما كاينش المكان ديالو، ولكن لأن ركراكي وكان ناوي يعيط على زحزو كان يعيط ليه مدة كبيرة لأنه كان في ديك المرحلة ديال التجريب. دابا أنا كنظن بالنسبة ليا وليد ركراكي انتهى من العملية ديال تجريب. بالنسبة لي الوحيدين اللي يستحقوا في نظري وفي تقديري اللي يستحقوا هو حركاس وبالعمري. بالعمري كان يستحق السنة الماضية على ذاك الأداء اللي كدي اللي عنده وذاك الأفكار الهجومية اللي عنده، لأنه تنعرفوا المهاجم المدافع الأيسر العصري تيكون بداية هجمة في إنهاء الهجمة لاعب ذكي في التحركات ديالو، ذكي في القرارات ديالو، ذكي في التمريرات ديالو، كنشوفو كيسجل أهداف، كان مؤثر في الفوز بمطار الرجاء البيضاوي. فلاعب حركاس لاعب عنده خبره عنده تجربه لاعب كابابل باش عنده 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 داك القوه باش يخرج الكره يخرج الكره من الخلف باش يهرس الخطوط. الاشكال اللي عند حركاس هو في الالتحامات الفرديه انه شويه نوعا ما ما عندوش دوك السرعه شنا في المقابلات الاخيره ديال المنتخب الوطني، كانوا اللاعبين الافارقه بالسرعه ديالهم كانوا كيبارتو لا هو ولا 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 اجرد وكيفوزوا يفوزوا بالسرعة القصوى. بالنسبة لي أنا وسط الميدان الدفاعي وسط الميدان الهجومي والهجوم حسم، أنا أعطيك اللعب أمرابط وتاحي وسط الميدان وسط الميدان الدفاعي عندك على ما أظن زلزولي شكل رسمي كنظن أيضا إلياس بن صغير اللي ربما الآن غادي ياخد يلعب دور ديال وسط الميدان. برافو عليك، يلعب كمونور دو جو كلاعب صانع العاب وراه هو كيجربوا في هذا المركز باش نستافدوا من ديك الموهبه ديالو ودوك المراوغه ديالو. ثم على مستوى خط الهجوم يمكن غيرجع للثنائي رحيمي والكعبي لا اظن لان ديك المرحله هذاك اللاعب رحيمي بالذكاء اللي عنده جربوا كمهاجم ايمن في هذه المقابله الاخيره، والكعبي شاف كيفاش غتكون الثنائيه ديالو. ولكنني بالنسبه لي ابراهيم زياش الى تعافى وما تعرفش راه غيلعب كمهاجم ايمن والكعبي كنظن ان الكعبي غيلعب كمهاجم اوسط والزلزولي كمهاجم ايسر وبن صغير كوسط ميدان هجومي وناحي وامرابط هاد الخمسه هادو محسومين هما اللي الى بقاو في الفورم ديالهم هما اللي غيكون في الفريق. يبقى تساؤل اخي توفيق وفي عجالة في 30 ثانية الآن على مستوى خط الدفاع، ما هي القراءات اللي يقدر يقوم بها والاختيارات اللي يقوم بها وليد ركراكي في اللقاءين القادمين، خصوصا المباراة اللي غيجريها المنتخب المغربي خارج الميدان في الغابون في ليبروفيل؟ ما عندوش خيارات كثيرة سي فؤاد،
اللهم إن أراد أن يجرب شي لاعب آخر ويفاجئنا به يلعب على مستوى وسط الدفاع مع نايف أجرد. نعم. لأنه صراحة إذا نتكلموا بكل واقع إلى جمال حركاس ولا ولا عبقار ما قنعوش بشكل كبير حتى وليد الدراغي في المباراة السريفة. طيب شكرا لك صديقي توفيق صنهاجي على مشاركتك معنا في برنامج بوديوم، ونلقاك في فرصة قادمة بحول الله. شكرا سي فؤاد، تحية لجنب كل مستمعي مدينة. الشكر موصول أيضا لصديقنا دريس لوماريد. سي دريس شكرا لك. شكرا تحياتي. والشكر الموصول لفريق العمل بأكمله، الشكر خصوصا لكم أنتم مستمعين الأوفياء. الموعد يتجدد بكم غدا في الرابع ونصف في محطة أخرى من محطات بوديوم. إلى الملتقى.